تنحسب لو كله موجود واحمد حمدي ربنا يشفيه ويرجع كله كمان. اه انت عندك لعيبه كتير لعبوا تمام. قول لي لا قول لي حته نص الملعب دي زي نص ما الملعب انا لاعب محمد شحاته جنب مين؟ جنب احمد حمدي او ناصر ماهر. لا مش او قول لي التشكيله. اقول لك التشكيله. دونجا. دونجا جنبه مين؟ لا دونجا لا انا هلاعب محمد شحاته ستة تمام ولاعب ناصر ماهر 8 وعبد الله سعيد قدامهم. قدامهم ايه بقى؟ 10 لازم لاعب عبد الله 10 لازم. عبد الله سعيد ده حاجه يا جماعه اسطوره من اسطوره الكره في مصر. احنا ما اختلفناش ما اختلفناش احرف لاعب. انا بقول لك لازم العبه 10 ليه؟ عشان استفيد منه 90 دقيقه في الحته اللي قدام دي. ممكن وبعدين هو اقول لك حاجه كمان. انا بستغرب من حاجه. انا اسف انه لا فتره توهج كمان كابتن عبد الله السعيد في مسيرته كانت 10. انا اتمنى بس من اللعيبه يسيبوه كمان يشوط الفاولات. يعني انا لو حد يوصل لزيزو سيب عبد الله السعيد يشوط الفاولات مع احترامي وحب لزيزو. لا ما اقصدش ربنا يا رب دايما موجود زيزو ده نجم الزمالك وتاريخ الزمالك خلاص. انا بتكلم سيبوا عبد الله السعيد بس يشوط الفاولات. بلاش اللي احنا بنشوف ان حد تاني يشوط عبد الله السعيد معاك في الملعب. كفايه ان هو ما بيشوطش ضربات جزاء عشان زيزو متمكن فيها. مع ان نفسي برضه نغير مره زيزو مره عبد الله. صعبه يا كابتن عباس ان يكون عندك اثنين مميزين قوي في نفس الحته في الملعب ما تبقاش عارف تدي مين يعني. لا ادي الاثنين ما بقاش مدي الواحد لان انت بتحفظ خلاص ما لعيبه. انت ضربات الجزاء اوقات زيزو ضايع ليه كانت الاجوان خلاص بداوا يحفظوا زيزو هو بدا حتى يغير شويه بس بتتحفظ. فانا شايف عبد الله السعيد ده لازم استفيد منه في النص اللي قداماني طول 90 دقيقه. تمام. هيفرق جدا جدا هيخليك دايما مسيطر ودايما بتروح للجول. واحنا بنلعب ليه يا امينه؟ عشان اروح للجول اجيب جول. فانا لازم عبد الله السعيد هو اللي بيوديني للجول. طيب.